سيادة النائب أحمد حمدي عضو مجلس النواب عن حزب النور، السلام عليكم ورحمة الله، ازي حضرتك يا فندم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عمرو، الله يكرمك الله يحفظك ربنا يبارك فيك، اتفضل يا استاذ. حزب النور ايه طلباته النهارده في مجلس النواب يا فندم؟ احنا يعني في مجلس النواب لازم نقوم بدورنا من حيث الأدوات الرقابية بكل إمكانياتنا، سواء بقى بطلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة. احنا عارفين طبعا إن نتفليكس ديت موقع من المواقع، اي نعم احنا ملناش سيطره عليه كدوله وكحكومه، ولكن لازم نقوم بدورنا. في كثير من الدول حتى زي روسيا لما في كلام بيخالف القيم والمبادئ عندهم او بيؤثر على الدوله وهويتها ممكن بيتخذوا مواقف ضد بعض التطبيقات والمواقع لحمايه ابناء البلد او حمايه هويه البلد. احنا عندنا مرجعيه في الدستور إن مصر دولة إسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ودي ليست مسائل خلافية، هذه المسائل تناقض ثوابت الدين، تناقض هوية الأمة، تؤدي لتدمير المجتمع، تدمير الدولة، تدمير الشباب، تدمير المستقبل. احنا بنتكلم في أمور متفق ومجمع عليها ومعلومة من الدين بالضرورة. جعل الجرأة على نشر العري والفجور والفسق هذا يخالف الدستور اللي نص على عدم مخالفة الآداب العامة للمجتمع. احنا مجتمعاتنا فضلا على ان الدين هو المكون الرئيسي لها، كذلك احنا بلادنا الآداب والعادات والتقاليد والأعراف الشرقية والعربية تأبى ذلك. احنا عندنا نخوة، عندنا شهامة، عندنا مروءة ترفض ان المعاني دي تنتشر بين شبابنا وبناتنا ويصبح ان ده امر عادي، امر مستساغ، ان الاب يقول لبنته انت حره تفعلي كذا وكذا. الجرأة على ذلك وان تبقى والعياذ بالله الممارسه الجنسيه خارج منظومه الزواج تبقى حريه شخصيه وبرضا الاب والام وبرضا العائله، الانفتاح بهذه الطريقه يعني. حضرتك شفت الفيلم يا فندم؟ لا طبعا انا لم اشاهد هذا الفيلم، ولكن تواترت الاخبار من كثير من المذيعين والاعلاميين. يستحيل أن يكون هذا التواتر وهذا النقل من كثير من زي حضرتك وزي الإعلامي الأستاذ مصطفى بكري النائب الزميل وزي كثير من البرامج والإعلامية لنقلت السيناريوهات ومشاهد عن هذا الفيلم، وإن المخرج أو الممثلين الذين شاركوا فيه لم ينكروا ذلك. فتناقل هذه الأخبار يستحيل معها. حزب النور طالب إيه يا فندم؟ إحنا بنطالب إن النائب العام يحرك دعوة، ان طبعا الفيلم ده يعني قيل ان هو مثل في لبنان بمشاركه بين بعض اللبنانيين وبعض الممثلين المصريين المشاركين، فاحنا اللي نقدر ناخد موقف منهم من شارك في ذلك وينتمي ويحمل الجنسيه المصريه اللي هو المفترض يلتزم بدستور البلد ده اللي هو بينتمي اليها. فبنطالب بشطب هؤلاء ونقابه الممثلين تاخذ موقف من ذلك، وإن إحنا بنطالب بتشريعات وقوانين تجرم مسألة الجرأة على نشر الشذوذ. والبعض يحاول أن يجمل الصورة ويسميه بالمثلية، هذا شذوذ، هذا انحراف عن الفطرة الإنسانية، هذا انتكاسة. فعل قوم لوط تم ذمه في القرآن الكريم وتم ذمه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو تم ذكره في القرآن يا فندم، يعني نفس الشيء ذكره يعني على سبيل الذم. ذكره في فرق، ذكره على سبيل التحذير وانه فواحش ومنكرات ومن الامور المهلكه والمدمره. ما هو برضه في الفيلم يا فندم منى زكي، ما حضرتك ما شفتش الفيلم، منى زكي اتخانقت. انا بقول لحضرتك منى زكي اتخانقت مع جوزها وقالت له انا ما اقدرش اقبل ان انت تكون كده، او انت مش ده، انا منهاره، انا مصدومه فيك. يعني ما كانش فيه تشجيع للمثلية يعني. لا بس في مشاهد أخرى بتقول يعني كأنهم يعني ما عرفناش ليه، ما قلتولناش ليه، كأن ده أمر عادي ممكن يكون في بعض الشخصيات. ما هو لا مش عادي، هو غريبة إن احنا عرفنا كده متأخر. لا هو مش عادي، بس هو فيه مثليين. مش معنى الوجود معناه القبول له. لا مش قبول، لا هو واحد من الأصدقاء اللي موجودين في الجلسة ديت قال لهم إنه مثلي، فخلاص هيعملوا له إيه؟ مسألة يعني ما مسألة بقى احترامه وقبوله،
هي دي المشكله، استساغ الذلك في المجتمع، هي دي المشكله، ان المجتمع بعد كده يتعود على وجود هذه النماذج ومشاهدتها. يعني انت حضرتك مثلا لو جالك حد صديق ليك وقال لك انه مثلي، هتقول له ايه؟ طبعا ساحذره من ذلك واذكره بالله واخوفه من الله عز وجل، وان ذلك يوجب العذاب عليه، وان هو انا ممكن اتخذ اجراء القانوني ان انا برضك ابلغ عنه. فاهم قصدي؟ ان هو ان لم ينتهي بالموعظه الحسنه فانا ابلغ سلطات البلد بذلك، لان ده يخالف قوانين البلد، وهناك ما يجرم ذلك، لان يخالف الاداب العامه للمجتمع. لا هو احنا بنقول احنا بنقول ان الحريه لا بد ان يكون سقف لها. ما فيش حاجه اسمها حريه مطلقه في الاسلام، ما فيش حاجه اسمها انسلاخ من القيم. اللي يفعل ما يشاء بالتعري والفواحش والمجون والفسق، مش حاجه اسمها حريه مطلقه. انت حر ما لم تعصي الله عز وجل. لابد من وجود سقف وضوابط للحريه. ايه ضوابط الشريعه الاسلاميه؟ ضوابط الدين، ضوابط الاسلام، ضوابط القران، ضوابط الوحي. لازم في مرجعيه لنا في ذلك. مش حاجه اسمها حريه مطلقه، والا احنا الفن بقى الهدام. احنا معلش يعني النماذج بقى بتاع افلام البلطجه وافلام اللي بتنشر المخدرات والقتل وغير ذلك. احنا بنشكو ان احنا هو تقدير حضرتك احنا ممكن نمنع الافلام دي ازاي؟ يعني النهارده مثلا اكتشفت انه غالبيه الناس اللي شافوا الفيلم ده شافوه بالقرصنه. يعني كمان هم مش مضطرين كانوا ان هم يدخلوا حتى على نتفليكس، فالافلام دي متاحه، انت هتمنعها ازاي؟ يعني تقدر تعمل هذا الامر ازاي؟ احنا تكلمنا بعدة امور، ان 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 اللجان المسؤولة عن الرقابة على المصنفات اكيد اللي بيشارك في الناس دول ناس فنانين وممثلين، واكيد منهم مصريين. لما الناس دي بيجدوا نوع من انواع العقاب او التجريم القانوني، اكيد بعد كده غيرهم هينتهي عن ذلك. وانا يعني عايز اقول، عايز بقى دور الاعلام في نشر القيم، الدور الاخر اللي بيقاوم هذه الموجات، الموجات اللي بتنشر الشذوذ والالحاد والمخدرات والبلطجه. احنا مش شايفين المجتمع بيتدمر، ما هو ممكن يجي لنا على فكره، على فكره ممكن معلش اتفضل استاذنك يعني لا اتفضل بعد كده احنا نيجي نقول الاسر بتتفكك ليه؟ الطلاق بينتشر ليه؟ مش عارف 4 مليون مطلقه والاف الاطفال المشردين، بنقول ده بسبب الانفتاح الذي لا حدود له، الانفتاح بهذه الطريقه. وانا عايز اقول عدم وغياب الدور بقى في الوعي. هي المثليه موجوده من مئات السنين من قبل ما يبقى في اعلام، بس انا اللي عايز اساله حضرتك ده لو جه حتى في فيلم في فرق بين ان هي موجوده ومقززه. حضرتك يا استاذ عمرو، قبل كده كان في فيلم خليجي او عربي وكان في بطله وكان مثلت دور برضك بيتكلم عن المثليه، وحضرتك نفسك قلت ده منظر مقزز وكلام طبعاً مقزز. طبعا وما زلت المداخلة قبل ذلك بتؤكد هذا المعنى، وما زلت بتقبال فطر الانسانيه، وما زلت مع هذا الراي. ولكن لو ده مثلا اتعمل فيلم امريكاني او فرنساوي عن المثليه، هنقف قدامه ازاي؟ هنعمل ايه يعني؟ احنا لا، انا عايز اقول لو احنا عندنا القدره على حجب هذه المواقع الاباحيه كدوله تنفق، احنا ساعات بننفق مليارات. أنا عايز أقول أنا لما أنفق المليارات على حماية شبابنا ووعيهم، لو قدرت أنفق هذه المليارات على إن أنا شبابنا ما يضيعش في هذا المستنقع، أنفق. لو قدرت، لو في وسائل الاتصالات للحد، معلش يعني إحنا يعني أنا أعرف طبعًا إمكانيات الدولة ممكن من حيث التكنولوجيا أو الأوضاع الاقتصادية هل تتحمل أم لا، لكن عايز أقول في دول مثلًا دي على فكرة مثلا. أنا بس بقول لحضرتك معلومة أستأذن حضرتك، إنه هذا الأمر يكاد يكون فيه استحالة. أنا معلش يعني في دول زي الصين قدرت تمنع غزو داخل بلادها، قدرت تمنع معلش الفيسبوك ان ياثر عليها، قدرت تمنع تويتر ان ياثر عليها، قدرت ان تمنع الاعلام الخارجي حتى النت الخارجي حتى التطبيقات الخارجيه ان هي تخشها. فانا عايز اقول احنا لو تمكنا ولو اخذنا بالاسباب ولو بعد حين، بس يبقى في خطوات لبناء ذلك، ان احنا نحمي شبابنا ونحمي اجيالنا. انا عايز اقول انا دلوقتي لو معلش يعني لو الشباب ده بقى شباب مخنث ولا شباب ماجن ولا لا شباب ما هو كمان برضو التفصيل ده الشباب ده اللي معلش يعني هيحمي البلد، هينتج سياده النائب. ما هو لو في فيلم بيخلي عيله تنهار او انه شاب يبقى مخنث، دي تبقى عيله ضعيفه جدا، وده شاب مش كده لم يتم تربيته أقول. يعني ما انا عايز اقول اصل المشكله بقى لما يكون هذا الامر بيتكرر بصوره دائمه، فاهم قصدي؟ وبينشر بصوره دائمه، ولازم يبقى الموقف المضاد، لازم يبقى الموقف المضاد. احنا بناخد موقفنا من ادواتنا الرقابيه كنواب، بنطلب من النائب العام ان يحرك دعوه
ضد الممثلين والمصريين اللي شاركوا في ذلك او المنتجين اللي شاركوا في ذلك او اي حد شارك في ذلك هو يخضع للحكم المصري والدستور المصري. طب يعني مثلا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، منى زكي في الفيلم لا علاقه لها بموضوع المثليه خالص. لا بس في حاجات تانية ومشاهد تانية نقلت كلام، انا عايز اقول انا اتعفف عن ذكره وحضرتك تتعفف عن ذكره، ذكرت مشاهد وكلمات ومواقف، يعني عايز اقول لا حيائنا وادبنا واخلاقنا وشهامتنا ونخوتنا ورجولتنا تأبى ان هذه الالفاظ الجنسيه والخادشه للحياء ان هي تذكر امام العائلات وامام الاب والام هما بيجلسوا امام شبابهم فهم قصدي واولادهم وبناتهم ان ينظروا الى هذا. هذه جرأه، الكلام على الملابس الداخليه والكلام على هذه الجرأه والكلام على الواقي الذكري اللي موجود في شنطتها، وان معلش بس يعني بس حضرتك تعلم انه هذا موجود في الواقع، يعني حتى لو موجود يعني احنا ما هو يعني مفيش مجتمع حتى انا عايز اقول بقى المشكله بقى ايه، ان يذكر الواقع ده في طول الساعتين وان العلاج يكون في اخر 5 دقائق و10 دقائق، هو ده برضك الكلام؟ يعني عايز اقول انا محذر ومش شرط بقى اقول الكلام ده بمشاهد تثير الغرائز، انا ممكن اذكر ان ده مرض. هو على فكره مفيش مشهد في الفيلم يثير الغرائز ولا واحد. لا الكلمات يعني مش للدرجه يعني ماشي. لا فحضرتك يعني عايز اقول يعني احد النواب زميلنا او النائب ذكر ان في اكثر من 20 لفظ اباحي ذكر في الفيلم، في الفيلم فاهم قصدي؟ وانا عايز اقول الاعلامي يعني الاعلامي ده راجل محترم معانا ونائب محترم. لا انا عارف طبعا الاستاذ مصطفى بكري لما يذكر 20 لفظ اباحي واحنا عايزين ايه فوق كده؟ لما يذكر بعض المشاهد فانتوا عايزين النائب العام يعني يحقق مع الممثلين نقابة الممثلين برضك ان هي تشطبهم من النقابة، يعني كل الاجراءات القانونية اللي ممكن البلد تاخدها عشان بعد كده ما حدش يتجرأ على فعل ذلك. النائب أحمد حمدي عضو مجلس النواب عن حزب النور، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.